تصور فوتوغرافي وعضو مع فريق تعليلة، وأشكرهم كثير فريق تعليلة بالكامل. أنا عضو كمان بالجمعية الأردنية للتصوير. طلعت رحل مع الجمعية الأردنية للتصوير واستفدت، وحابب أشكر أستاذي الفاضل أستاذ عادل برهم. أصدقائي لهم الشكر. استفدت كثير من رحلة التعليلة. قبل رحلة التعليلة في الجمعية كنت وأنا صغير كان أبوي يجيب كاميرا تعون الأفلام اللي هي فوجيكا فيلم. فكان أبوي جاي من السفر، أبوي أخذت باكيت صورت 36 صورة. أبوي مبسوط، كان والله الولد أنجز، نشوف شو إنجازه. الإنجاز اللي أنجزه مصور بس ب 36 صورة. بس مش هي البس، بس عنوان هيك كانت بفوزتي الله يرحمها. بس تصوير الأشخاص الفولدر. طبعا هاي كلها تطوع، أعمال تطوعية كرة السلة في زنك. هاي الصوت جميل. هاي برضو زوبا فين هذا المكان؟ أسرع الحين نعرض فيديو. جزء منهم كان دروس لإلي برحلة مع الجمعية الأردنية للتصوير، فتعلمت كثير. بشكر كل شخص علمني، بشكر كل استفدت من كل شخص معلومة. كان في ندوة، مثلا ندوة يقول التصوير، أجهز علبتي، أجهز شنطتي قبل بيوم، أقول يلا فيها التصوير، نصور أطفال أكون مبسوط. وطويل بال للأطفال، يعني عنده طولة بال
عادي يعني لو شايف اسمه هو الا لما اطلع صوره خذ الولد مرسوم من الصورتين فالله يعطيكم العافيه وشكرا لكل واحد ساعدني وبشكر تعليل وبشكر جميعنا